ما هالملوح؟ فنانة ربما من المهد، أفكارها الإبداعية لا تعرف حدود. نجحت في نحت اسمها في عالم الفنون التشكيلية، ولمعت من خلال النجاحات والإنجازات اللي حصدتها. ولدت في جدة المملكة العربية السعودية، وبدأت بعرض فنها عندما كانت في 17 من عمرها. حصلت على ليسانس في الأدب الإنجليزي من جامعة الملك سعود في مدينتها الرياض، ومن ثم جالت العالم لمتابعة دراستها في الفنون الجميلة في جامعة SMU في دالاس، وحصلت على شهادة في التصميم والتصوير الفوتوغرافي من كلية دي أنزا في كاليفورنيا الولايات المتحدة الأمريكية. تأثرت بالصلة الروحية اللي تربطها بمنطقة نجد، وراقبت التغيرات المتزايدة في بلدها الحبيب على مدى العقود الأخيرة، فركزت بأن تكون أعمالها وسيلة لتصوير هذه التغيرات وما نتج عنها من مواجهة بين الحداثة والتراث الثقافي. استخدمت في أعمالها المبكرة تقنية الكولاج كوسيلة للتعبير مستعينة بالأقمشة القديمة، واستحدثت فيها الفن التصويري باستخدام الأقمشة المحلية والصور الفوتوغرافية للمباني التقليدية. كانت تحب التجربة، وأحد هذه التجارب اللي اكتسبت اعترافاً دولياً بها في فن الرسم التصويري هي تقنية التصوير المعروفة بالفوتوغرام أو التقاط الضوء، وهو عبارة عن صورة تنتج بمادة فوتوغرافية مثل الورق الحساس للضوء ولكن بدون كاميرا. تحن الملوح للأدوات والمعدات القديمة كرمز لأسلوب حياة يومية في السعودية، وتستخدم مفردات الحياة في العقود الماضية وتعيد تدويرها مع ترجمة جديدة تحاول أن تبرز من خلالها قضايا المجتمع. وتنوعت أعمالها بين التصوير والأعمال الفنية المركبة، وأطلقت سلسلة من الأعمال الفنية المبهرة تحت عنوان غذاء للفكر، استخدمت بها صواني الخبز الخشبية تملأها شرائط الكاسات الوعظية، ويلفت المركب الانتباه إلى طريقتين يتم بها تغذية البشر جسدياً وروحياً. قالت مرة في التعليق على أعمالها: أستمد من وطني الإلهام لأعمالي الفنية من الصور والأفكار المختلفة، تاركة للمشاهد حرية التفكير في ماضيه وحاضره وما سيتركه لمن يأتي بعده. دخلت مها الملوح التاريخ عندما تم تركيب جزء من سلسلة غذاء للفكر في كورنيش جدة، وهو أول نحت لفنانة سعودية يتم تركيبه في جدة، وتعد الفنانة الخليجية الوحيدة التي تعرض أحد أعمالها الإبداعية المعلقات في متحف اللوفر في أبوظبي. وبذلك تكون قد توجت مها الملوح مرحلة من مراحل إنجازاتها الإبداعية.